كانها كقطعه ثلج على يعني لاعبي فريق الاولمبيك، كانوا طموحين لتحقيق الاحسن، لكن المحاوله هنا تمريره جميله من طرف لاعب اجدو وتهيئ لنصير ثلاث تمريرات مره اخرى لفتح المجال امام سجل الهدف الثالث. اذا تابعنا الاعاده، فرحه كبيره الاشابي وعناصر احتياط مالكويت والبطاقه الصفراء للاعب عبد الهادي حلحول مسجل الهدف الثالث لاعبنا ورا